لكم مع الزوج من جديد. طبعا طبعا يا حبايب راح نتكلم عن فوائد الموز. الموز الموز اللي هو الاصفر. فوائد الموز له فوائد لا تعد ولا تحصى. فوائد الموز كثير، هتكلم منهم حاجات مهمة. رقم واحد، فوائد الموز، فوائد الموز انه فيه كالسيوم، وانه بيديك شوية باور، بيديك شوية باور الموز، وبيديك شوية طاقة الموز. بيعمل حاجات كتير، يعني بيقوي المناعة طبعا، يعني هو بيعمل حاجات كتير، له فوائد حلوة جدا جدا، ولازم نستمر على أكل الموز، لأنه موز بيدي باور وبيدي طاقة وبيدي قوة شوية. وحتى بيقول لك ممكن ان هو بيحافظ على العظام وكويس. حبيت اتكلم عن فوائد الموز لانه له فوائد كتير. فوائد الموز، يعني انا لما اكل موز مثلا قبل التمرين مع القهوة، موز مع القهوة بيدي باور صراحة حلو. انا اكتشفت هذا الشيء عملي، وقت وقعت اني عملت فيديو عن فوائد الموز مع القهوة اللي هي اسبرسو، بتدي باور رهيب. خليني اتكلم بالمرة، اتوقع اني عملت فيديو عن فوائد الموز مع الاسبرسو، بس انا راح اتكلم مع فيها تاني بالمرة عشان المعارف يعرف. فوائد الموز، لو كلت موز مع اسبرسو قبل التمرين راح يعطيك باور رهيب. ما بالك انت تاكل موز ومعها قهوة، راح يديك باور.